أنا شاب أريد أن أحج وأريد أن أتزوج، ولا أستطيع أن أجمع بين الأمرين، فبأيهما أبدأ جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تبدأ بالحج لأنه ركن من أركان الإسلام، إلا إذا خشيت على نفسك من الفتنة بعدم الزواج فإنك تبادر بالزواج وتقدمه على الحج. إذا خشيت على نفسك من الفتنة والوقوع فيما لا يجوز فإنك تقدم الزواج لأن فيه إعفافا لنفسك عن الفتنة. جزاكم الله خيرا.